معانا كمان دلوقتي، معانا لقاء جميل قوي هتشوفوه، عملته مراسلتنا هند فاروق مع المخرج محمد حفظي، وهو رئيس مهرجان القاهره السينمائي الدولي. اتكلم فيه عن كواليس التحضير للمهرجان، ازاي قدر يوفق العدد الكبير من الفنانين والفنانات اللي حضروا، هل في مفاجآت في حفل الختام ولا لا. كل ده هتعرفوه هتشوفوه حالا مع مراسلتنا هند علام بعد على طول دلوقتي حالا، ومحمد حفظي. هند فاروق يلا بينا. لو كلمنا عن السلم والتعبان، الشيخ جاكسون وهبتة، كل دي أسامي المشترك بينها محمد حفظي. محمد حفظي النهاردة هو أصغر رئيس لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين. برحب بحضرتك جدا وبشكرك جدا على لقائك معنا. كلمني عن مهرجان القاهرة السينمائي، إيه الجديد في دورته الأربعين، وإيه الفرق بينه وبين الدورات اللي قبل كده؟ يعني مهرجان السنة دي طبعا عشان هو بيحتفل بالدورة الأربعين، احنا كنا عارفين دي هتبقى دورة عليها العين ولازم نعمل حاجة مختلفة فيها حاجتين. أولا احنا لازم نحتفل ونبص على تاريخ المهرجان والتاريخ السينما في مصر والأربعين سنة سينما. عملنا ده طبعا من خلال كذا حاجة، من خلال المعرض اللي احنا افتتحناه في الهناجر عن تاريخ المهرجان ورحلة المهرجان على مدار 40 سنة، والكتاب النشر احدى مطبوعات المهرجان يعني المهمة جدا برضو عن تاريخ مهرجان القاهرة السينمائي. وفي نفس الوقت احنا بنبص على التطور بتاع المهرجان وايه الدور المفروض يلعبه في المستقبل وفي الزمن الحالي، لان الحقيقة المهرجان دلوقتي ما بقاش مجرد وسيلة لعرض الافلام للناس، للجمهور القاهرة اللي بيعشق السينما، لكن كمان بيلعب دور اهم ان هو كمان بيساعد اصحاب الافلام، بيساعد اصحاب المشاريع، بيساعد المنتجين على ان يعني ازاي يطوروا نفسهم، يطوروا مشاريعهم، ازاي يلاقوا فرص، ازاي يبقى في حوار حقيقي مع الاخر، مش بس من خلال عروض الافلام بس كمان احتكاك ما بين الصناع والمنتجين والموزعين، ويعني كل ما له دخل بصناعة وتوزيع الفيلم في العالم كله يعني. فإحنا السنة دي بدأنا نشاط جديد اسمه عين القاهرة لصناعة السينما، والقسم ده يعني هو قسم خاص للصناع والمحترفين اللي هم بقالهم شهور بيسجلوا في الموقع عشان يحصلوا على بادج اللي هو الاندستري بادج. ده بقى لهم طبعا انهم يشاركوا في الندوات، يشاركوا في الدروس السينمائيه اللي هي الماستر كلاسز. كمان في ناس كتير قدمت على الثلاث ورش المعموله، الورش مهمه جدا ليها علاقه بتطوير السيناريو سواء في السينما او الدراما التلفزيونيه والانتاج. وكمان طبعا ملتقى القاهرة السينمائي اللي احنا يعني بنعمله المرة الخامسة السنة دي، هو جاي بشكل أكبر، عدد مشاريع أكبر ويعني جوائز مالية أكبر بكتير، ويعني تلقينا فوق 110 طلب مشاركة، هي اخترنا منهم 17 مشروع. فيعني طبعا احنا يعني سعداء ان احنا يعني بنبدأ البرنامج ده لأنه قسم مهم جدا، وأتوقع ان هو يعني يستمر سنين طويلة لدعم السينما العربية والسينما المصرية. طبعا في نفس الوقت احنا المهرجان بنحاول يعني نغير شكل المهرجان بحيث ان هو يسوق بشكل افضل، بحيث ان هو يوصل للناس. اعتمدنا لحد كبير داخليا وعالميا الاثنين، يعني يوصل للجمهور في مصر وانه يوصل للمجتمع السينمائي الدولي في العالم، بحيث يبقى في تواصل حقيقي، يبقى الناس عارفه على السينما بتاعتنا وعارفه المهرجان بيقدم ايه، وفي نفس الوقت احنا نبقى عارفين عن اهم ما يقدم من السينما العالميه ونشوفها ونتفاعل معها. وبنحاول ان احنا نستقطب اكبر عدد من الجمهور في مصر واكبر عدد من الافلام الجيده عشان نكمل الهدف ده يعني. انا معلومه عايزه اقولها للساده المشاهدين، وده مش عشان انا قاعده مع محمد حفظي دلوقتي، بس السنه دي حفل الافتتاح وفيلم الافتتاح كان كومبليت. السنه دي حفل الافتتاح كان منظم جدا، وفي فرق كبير جدا بين السنه دي والسنه اللي فاتت، وده من كل يعني ده بشهاده كل الناس اللي حضروا. ازاي قدرنا السنه اللي فاتت كان في مشكله شويه في فيلم الافتتاح، ازاي قدرنا السنه دي ان احنا نتفادى ده؟ كمان مش فيلم الافتتاح، جميع دور العرض او الافلام المعروضه هي كومبليت، وده ما حصلش قبل كده في مهرجان القاهره السينمائي. يعني في اقبال جماهيري على الافلام، هي الدنيا يعني ماشي كويس، وزي ما انت قلتي في
تنظيم جيد لحد ما. طبعا انا يمكن عشان انا داخل في التفاصيل قوي فبشوف اخطاء احيانا، بشوف بعض الحاجات اللي مش راضي عنها، لكن مش عايز ابص للجانب السلبي. يعني انا دايما كنت بقول ان الدوره دي بدايه تصحيح لازم ان احنا نعمله المهرجان عشان يقدر يرتقى بمستوى، يعني يبقى مهرجان فعلا على مستوى المهرجانات العالميه اخرى بنفس الليفل بتاعت الـ يعني الفئه الف من الاتحاد الدولي للمنتجين اللي احنا نتشرف ان احنا ضمنها يعني. لكن احنا بدانا على طريق صحيح، وانا شايف ان الدوره الجايه كمان ان شاء الله تكون افضل. ويعني والحقيقه انا بس مبسوط من الحاله يعني اللي الناس فيها، يعني في ناس كده يعني ماشيه بتتكلم على السينما وبتتكلم على المهرجان وبتتابع وبتيجي الندوات وبتيجي الافلام، ويعني جمهور كمان، جمهور وصناع، يعني جمهور وصناع وفي مشاركه حقيقيه. ف يعني اتمنى ان ده يعني يستمر لحد النهايه، ويبقى في يعني بعد كده كمان اتمنى المهرجان في يوم ما يبقى عنده نشاط مستمر على مدار العام، مش بس ال 10 ايام بتوع المهرجان، يبقى في كمان نشاط. السنه اللي فاتت كنت قايل تصريح، والسنه دي كمان قلته، ان عراقه المهرجان مش هي دي، مع يعني مع احترام عراقه المهرجان وان احنا عضو في الاتحاد الدولي للمنتجين، مش هي دي اللي هتوصلنا للعالميه، احنا صح. في خطوات معينه لازم نمشي عليها. صح، يعني ان احنا نكتفي بان احنا نقول ان احنا المهرجان الوحيد المصنف دوليا والكلام ده، الكلام ده في الاخر ولا بودي ولا بيجيب. يعني الاهم ان احنا نبقى بنشتغل على ارض الواقع دلوقتي عشان نقدم حاجه افضل. وفي مهرجانات غير تابعه للاتحاد الدولي للمنتجين لكن مهرجانات ممتازه وسمعتها دوليا ممتازه، مهرجانات دولية وكل حاجة. يعني فكرة ان المهرجان ده الوحيد اللي عنده صفة الدولية دي برضو حاجة بتتقال كده بدون وعي قوي. الحقيقة يعني هو مهرجان عنده صفة دولية، لكن في مهرجانات غير تابعة للاتحاد الدولي للمنتجين برضو مهرجانات دولية، مش معنى كده انهم غير دولية يعني. لكن هي اكيد حاجه نفتخر بيها، لان هي بتحطنا في مقارنه مع مهرجانات زي مهرجان كان وبرلين وفينيسيا والمهرجانات اللي هي ال 15 الفئه الف. لكن ده مش كفايه، يعني اقصد دي مجرد حاجه كده بتحط معايير معينه لازم نحاول نحققها، لكن في حاجات تانية كتير اهم، يعني ان احنا فعلا نكون بنقدم افلام كويسه، نكون عندنا مسابقه محترمه جدا، يكون عندنا حافز يعني اصحاب الافلام والمنتجين والمخرجين انهم يقدموا افلامهم هنا، يقدموا مشاريعهم هنا عشان يلاقوا فرص ليها، يبقى في تواجد لضيوف مهمه، يبقى في نجوم على مستوى كبير من العالم كله بيحضروا المهرجان، مش بس نجوم هوليوود، انا بتكلم عن نجوم من العالم كله، يعني في نجوم من اوروبا، في نجوم من امريكا اللاتينيه، في نجوم من بريطانيا. يعني مهرجان فعلا دولي، مهرجان فعلا عن السينما العالمية، ويعني اهتمامه بالسينما العالمية، وطبعا في نفس الوقت مهتمين جدا بالسينما المصرية وتواجد السينما المصرية في المهرجان. انا عرفت كمان ان انت كنت بتكلم الضيوف شخصيا، يعني انت عزمت الناس شخصيا، كنت بتكلمهم سواء انترناشنال او الممثلين او صانعي السينما المحليين. يعني طبعا احنا يعني ناس كتير، انا بص انا يعني بخش في تفاصيل كتير قوي، وطبعا العلاقة الشخصية مهمة جدا في إدارة أي مهرجان، فلازم تكوني على اتصال بالناس، يكونوا عارفينك، يكونوا عارفاهم، يبقى فيه اهتمام شخصي بيهم، يبقى يعني فيه تواصل مع الموزعين عشان تقدري تاخدي أفلام، مع المنتجين، مع المخرجين، يبقى فيه علاقة بتتبني على مدار سنين يعني. السنة دي كل الناس اللي طبقوا أو اشتغلوا على مهرجان القاهرة السينمائية كانوا سينمائيين، من أول الديكور لمدير التصوير، الديكور بالعطية، تصوير درويش، ودي أول حاجة أول مرة تحصل بصراحة. كلمني عن ده، ليه اخترت إن السينمائيين هم اللي يطلعوا مهرجان القاهرة السينمائية؟ لان ده مهرجانهم، ولان هم فعلا افضل ناس يعملوا ده. ويعني ادينا شفنا شكل السجاده الحمراء بالديكور، يعني كانت حاله يعني مبهجه جدا للناس، ويعني اعتقد انها كان يعني جدا، يعني تالي كان اختيار صح يعني جدا. ده بيفرق في الشكل، لو حد بقى غير يعني ناس المشاهدين العاديين غير السينمائيين، الجمهور اللي جاي يحضر بيفرق في الشكل. اظن ان الناس حست في فرق، وكان في اعجاب شديد بال مش بس كمان بال يعني بالديكور اللي اتبنى، بس كنا بنتكلم كمان على
توظيف الديكور ده في الحدث نفسه. يعني كان ده محطوط في الحسبه، وبالتالي كان يعني الناس اللي اشتغلوا عليه تعبوا بجد، واعتقد انهم يعني كان يعني في قدر كبير من التوفيق. يعني كلمني عن السنه دي اول مره نعمل عروض ميد نايت. عروض الميد نايت قسم جديد الافلام الرعب والاثاره والخيال العلمي او الاكشن، لان السينما دي في العالم كله بقت موجوده، وبقت يعني هي طول عمرها موجوده، بس الناس بقت تعترف بيها ك يعني سينما ليها قيمه فنيه مش بس استهلاكيه او جماهيريه. ومهرجانات كتير ابتدت تعترف بيها في الاقسام بتاعتها، فاحنا حسينا ان حان الوقت يعني ان احنا نعمل ده في مهرجان القاهره. كمان الواقع الافتراضي، سينما الواقع الافتراضي، الفيرتشوال رياليتي، انا شايف ان ده جزء من تطور السينما وجزء من المستقبل، فاحنا لازم كمان يبقى في شباك صغير كده بنفتحه على النوع ده من الافلام، ووارد ان ده يكبر في المستقبل تبقى يعني يطلع منتج مسابقه مش بس كمان عشان تشجيع الانتاج المحلي، يبقى في انتاج محلي في الواقع الافتراضي. طيب اخر حاجه، ايه الفيلم او العمل اللي بتحضر له؟ انا دلوقتي بنصور فيلم اسمه راس السنه من تاليفي ومشاركه مع شركه لاجوني وشركتي، واخراج محمد صقر مخرج بيعمل عمل الاول. شكرا.